بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأفضل. النهاردة بإذن الله هنقل لحضراتكم نهائي كرة السلة سيدات، نهائي كأس مصر كرة السلة سيدات، واللي هيقام الساعة 11:30 بالتمام والكمال من على صالة هيئة قناة السويس. طبعا دي رابع بطولة تاخدها أو ياخدها فريق سيدات بعد ما حسم ثلاث بطولات، ألا وهم بطولة القاهرة والجيزة، السوبر المصري ودوري المرتبط. كل التوفيق للفريق النهاردة. زي ما توقعنا مع حضراتكم وقلنا إن آخر أسبوعين هيكونوا من شهر رمضان، هيكون هناك المزيد من البطولات اللي محتاجة حسم. النهاردة وبكرة عندنا ثلاث بطولات حسم، يعني بطولات خلاص اللي يكسب يشيل. النهاردة الساعة 11، مفروض الساعة 11 هتنطلق مباراة الكرة الطائرة سيدات الأهلي والزمالك في نهائي الدوري جيم 1 أو المباراة الأولى في سلسلة المباريات بيست أوف 3. المباراة ستقام الساعة 11 بس مش هتتلعب 11 طبعا كالعادة، عشان المباراة اللي قبليهم الثالث والرابع هتتأخر، نفس الحال اللي كان مع الرجال، قد تتأخر المباراة ساعة. ده بالنسبة للنهاردة. بالنسبة لبكرة الأربعاء إن شاء الله عندنا أيضا استكمال بطولة كرة الطائرة سيدات الدوري، هيكون جيم 2. نتمنى إن شاء الله الحسم يكون بكرة لصالح النادي الأهلي. بكرة أيضا نهائي كأس مصر رجال كرة سلة الأهلي والزمالك، والحقيقة يعني كان في هناك مفاجآت كثيرة في كرة السلة في كأس مصر، كان أولها مع السيدات وهي خروج نادي سبورتينج بطل أفريقيا على يد الجزيرة في مفاجأة من العيار الثقيل. الحقيقة الجزيرة عملت مباراة قوية تأهلت بناء عليها إلى المباراة النهائية اللي تلاقي الأهلي النهاردة إن شاء الله، ودي المباراة اللي احنا هنغطيها حصريا بإذن الله يعني مع ضيوفي قبل انطلاق المباراة. مباراة بكرة برضو مع الأهلي والزمالك كرة السلة، هي المباراة الأولى منذ 2007. آخر لقاء للأهلي والزمالك في كأس مصر النهائي كان في 2007 واللي انتهى لصالح النادي الأهلي، ولكن من 2007 حتى الآن النادي الأهلي وصل في العديد من المرات لنهائي كأس مصر، ولكن نادي الزمالك دي المرة الأولى ليه من 2007. نتمنى طبعا الحسم، والمفاجأة اللي كانت في الرجال وهو أن نادي الزمالك استطاع أن يقصي نادي الاتحاد السكندري خارج البطولة ويفوز عليه بفرق 10 نقاط تقريبا 77-66 أو 11 نقطة ليتأهل المباراة النهائية ليفوز أو يعني ينتظر الفائز الناحية الثانية. كان الأهلي فاز في مباراته وتأهل المباراة النهائية. بعد العيد مباشرة عندنا حدث مهم، جمهور النادي الأهلي هنا يعني كل المباراة دي يستطيع أن يحضرها، وموجود حتى على دسكارتي مباراة كرة السلة النهاردة، مباراة بكرة كرة السلة فقط ممكن يحضروا، والمباريات مطروحة على موقع تذكرتي، ممكن جمهور النادي الأهلي يخش ويشارك ويشتري التذاكر ويكون متواجد مع فرقته بأزرها. الحدث المهم اللي بعد العيد مباشرة وهو البال باسكتبول أفريكان ليج بطولة أفريقيا أو مجموعة النيل اللي هتلعب على مجمع الدكتور حسن مصطفى، هتنطلق يوم 26/4 وتنتهي يوم 6/5. النادي الأهلي هيلعب خمس مباريات مهمة. هنا جمهور النادي الأهلي ممكن يملى الصالة، مفيش ليميت للحضور، لازم جمهور النادي الأهلي يكون مع فرقته. دي أول مشاركة أفريقية للنادي الأهلي بشكل البطولة الجديد تحت رعاية الـ NBA أفريكا أو الـ NBA، ودي مهمة جدا جدا إن شاء الله جمهور النادي الأهلي يكون مآزر هذا أو فريق كرة السلة، وهيكون هناك مباريات كثيرة جدا الحقيقة مهمة جدا إن احنا نتابعها، وإن شاء الله يعني على المستوى الشخصي بإذن الله هتواجد في هذه المباريات لأن دي نسخة جديدة ولازم كل الناس وكل أفريقيا تشاهد النادي الأهلي عندما يشارك، بيدي فاليو قد إيه لقيمة أي بطولة. أعزائي المشاهدين هطلع لفاصل، هستقبل ضيوفي عشان ينطلق الاستوديو التحليلي عشان نبتدي مبارياتنا والكلام عن مبارياتنا النهاردة نهائي كأس مصر سيدات الأهلي والجزيرة، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وقبل ما نروح نتكلم عن مباراتنا فنيا وتحليليا بحب ارحب بضيوف اللي منورين في الاستوديو. برحب بالكابتن محمود الجزار نجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر، اهلا بيك يا كابتن محمود. انا كابتن هيثم، منورنا. ربنا يخليك ونورك. انت مالناش بقالنا كتير صح؟ شرف ليا طبعا وجودي معاك النهارده، وتمنيه التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا كابتن محمود. برحب اكيد بكابتن عمرو جوده نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، اهلا بيك يا كابتن عمرو. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا. ويمكن المره الاولى نطلع على شاشه النادي الاهلي، بس ان شاء الله يعني يبقى كلنا يبقى وشنا حلو على الفرقه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله وجود لك لفريق الاهلي ان شاء الله النهارده باذن الله. ان شاء الله كابتن محمود ابتدي معاك، يمكن مباراه النهارده اكيد مباراه مهمه، الكؤوس ليست لها حسابات. امبارح شفنا مفاجاتين، امبارح اول في الكاس سواء رجال او سيدات، شايف مباراه النهارده ازاي؟
يعني طبعا زي ما حضرتك قلت مباراه الكاس بيبقى ليها حسابات مختلفه شويه، مواجهات الاهلي والجزيره السيزون ده كلها الاهلي كسب فيها، بس يعني حسابات مختلفه شويه. ان شاء الله رب العالمين يعني يمكن كفه نادي الاهلي ارجح، فرصنا احسن في الفوز النهارده. النادي الجزيره جاي برده من 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 مكسب مهم، كسبوا نادي سبورتنج في السيمي فاينل، مكسب ما كانش متوقع. فعندهم النهارده يعني بوتنشل وعندهم طموح، يعني هيصطدم بطموح النادي الاهلي الاقوى باذن الله. مباراة يعني هتبقى في بدايتها صعبة، ولكن اللي هيبقى عنده ثبات ومحضر للجيم احسن وحالته احسن هيقدر يفوز، وان شاء الله رب العالمين يبقى المكسب النادي الاهلي باذن الله. طيب اخر مباراة للجزيرة كان كنا زعلانين على شاشة قناة النادي الاهلي، وكانت من صالة الشهداء في مقر النادي الاهلي بالجزيرة. وفي المباراة دي زي ما حضرتك قلت شافت في الاول يعني كلوز جيم كان مع نادي الجزيرة وعملوا لقاء كويس. والجزيره زي ما انت قلت جاي ببوتنشال عالي وجاي النهارده عنده طموح وحق مشروع انه يكسب فاينل الكاس. شايف انه النادي الاهلي هل استعجال المكسب، خلي بالك برضو استعجال المكسب ده لان انت برضو قلقان، او استعجال المكسب ده يخلي اي فرقه تقلق، ولا المفروض نلعب لعبنا العادي ونوصل بالمباراه زي ما تمشي، بس المهم ما يبقاش في استعجال للمكسب. يعني استعجال المكسب ده بيبقى رد فعله مش كويس على الفرق. طبعا اكيد هو يمكن احنا برضو عندنا كوتش كبير كابتن طارق خيري، عنده من الخبرات كلاعب وكمدرب ما يكفي، يعني هو بيتميز بالهدوء كابتن طارق، يعني يمكن من الكوتشز اللي بتبقى في الملعب هادي معظم الوقت، تغييراته مش سريعه، كوتش كبير على الخط، ودي طبعا حضرتك عارف لعيب كبير وعارف انه في مدربين بتبقى يعني على الخط كمان مميزين، وكابتن طارق من الناس دي، فاكيد هو تحضيره للماتش كان بالشكل ده مش مصلحتنا خالص، احنا مستعجلين المكسب، وده في الباسكت بول عموما احنا ما بنكسبش من اول صحيح كوارت 40 دقيقه 40 دقيقه. فانا اعتقد انه فرقه الاهلي بداياتها دايما كويسه طول، يعني لو بصيت على النتائج كلها بدايتنا كلها كويسه، فمش من مصلحتنا ان احنا نستعجل النهارده، ويعني يمكن شويه يبقى في تنشنه في الاول، بس ان شاء الله رب العالمين ده ما يحصلش باذن الله. يعني كابتن عمرو شايف مباراه النهارده ازاي، خاصه ان الجزيره داخل ببوتنشال عالي جدا، داخل عنده طموح مشروع انه يكسب الكاس، خاصه انه طلع سبورتنج بالمناسبه خد مركز ثالث بعد ما فاز على هليوبوليس 73 59 هليوبوليس بطل افريقيا، فاذا الجزيره من حقها النهارده تنزل تعمل جيم جامد. شايف المباراه النهارده ازاي؟ بص يا كابتن هيثم، هو اكيد انه الجزيره، خلي بالك ان الجزيره ما كسبتش كاس مصر قبل كده، عنده ديزاير للمكسب، محقق مفاجاه امبارح قدام هليوبوليس، قدام سبورتنج بطل افريقيا، فاكيد النهارده طموح مشروع ليه ان هو يكسب. ولكن في الاخر انت النهارده بتقابل النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده 7 بطولات يعني في الكاس، اعتقد كمان انه فرقه النادي الاهلي متعوده على لعب الفاينلز كتير، متعوده على البطولات، عندهم من الصلابه الذهنيه، ودي حاجه مهمه جدا في الباسكت، الباسكت ما بيكسبش بس فنيات في الملعب، اكيد ان هم لازم يكونوا متحضرين كويس، عندهم من الاصرار، عندهم من التركيز، عندهم من مقاومه الضغوط اللي ممكن تكون عنصر سلبي على فرقه الجزيره. اعتقد ان الاهلي بتاريخه يعني متعود على البطولات دي، وبتهيألي كمان ان السكواد بتاعه سكواد اعلى شويتين ثلاثه، يمكن شويه لما نيجي نتكلم في الجيم يعني ممكن نتطرق للنقط دي، بس انا اعتقد ان شاء الله يعني بمزيد من التركيز ان شاء الله، باداره كفئه من كابتن طارق باذنك يا رب، يعني ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين زي ما حضراتكم شايفين لقطات من ارض الملعب، وخلينا نروح لزملائنا الاعزاء محمد توفيق ورزان نصر عشان نعرف اخر الاستعدادات للقاء. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحيات لحضرتك وضيوف الكرام وجميع مشاركي قناه الاهلي في كل مكان، وبرحب في البدايه بزميلتي العزيزه لوزان نصر. يعني يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات استوديو الابطال ومباراه الاهلي والجزيره ونهائي بطوله كاس مصر للسيدات من هنا من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. وطبعا النادي الاهلي بيدخل بطموح تحقيق اللقب 16 من بطوله كاس مصر، والجزيره بيبحث عن لقبه الاول في هذه البطوله، خاصه بعد الفوز على يعني المباراه الاخيره في الدور قبل النهائي على سبورتنج، وتحقيق مفاجاه كبيره. يمكن بقى استكمالا لكلامكم في الاستوديو كابتن هيثم، كان في مباراه كده ميني ماتش عملتها قبل المباراه ما بين كابتن طارق خيري وكابتن عمرو عاصم المدير الفني للجزيره، اتكلمت معاهم عن رؤيتهم للمباراه ورؤيتهم الفنيه. يمكن كابتن طارق خيري قال لي احنا مركزين جدا، احنا قابلنا الجزيره 3 مرات في الدوري الحمد لله يعني تفوقنا فيهم، ولكن احنا النهارده مركزين جدا، اتكلمنا مع الولاد على اهم نقاط القوه والضعف،
يتبقى فقط بس توفيق ربنا، وان شاء الله مركزين جدا باذن الله عشان نحسم المباراه مبكرا، خاصه ان الاهلي هو اللي عليه ضغط زي ما انت عارف كابتن هيثم ان هو البطل المعتاد، ولكن زي ما انت قلته في البدايه وقال كابتن عمرو عاصم المدير الفني للجزيره قال احنا خلاص حققنا التارجت الموسم دوت، بنلعب باعصاب هاديه، قال انا مش شايف خالص فوزنا على سبورتنج بالمفاجاه، بالعكس احنا لعبنا 5 مباريات السنه دي مع سبورتنج كان كلها تقريبا ايكوال جيم بتخلص بنقطه في اخر مباراه، ولكن تحقق الهدف والتوفيق كان معانا في مباراه قبل النهائي، والنهارده بنطمح ليه لا نحقق البطوله لاول مره، ولكن طبعا اعترف بفرق الخبرات وانا اتكلمت مع لاعبتي وان في فرق خبرات للنادي الاهلي، ولكن بنلعب على فرصتنا المتاحه عشان نتعرف بقى على مشوار الفرقتين والسادات سبورتنج المباراه يعني كلمين عنها اكتر. زين في البدايه برحب بيك زميلي محمد توفيق، برحب بيك كابتن هيثم، برحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي طبعا، وبرحب كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني خليني اقول النهارده متواجدين مع حضراتكم في صاله هيئه قناه السويس بمحافظه الاسماعيليه لتغطيه مباراه طبعا المباراه النهائيه نهائي كاس مصر ما بين الاهلي يعني سيدات سله الاهلي والجزيره. خليني اقول طبعا ان كل الفريقين تاهلوا للمباراه النهارده النهائيه، الاهلي بعد الفوز على هليوبلس بنتيجه 76-43 والجزيره على سبورتنج بنتيجه 79-71. كمان منذ قليل انتهت طبعا المباراه لتحديد المركزين الثالث والرابع، واللي انتهت كمان بفوز سبورتنج بنتيجه 73-59. طبعا النادي الاهلي النهارده بيسعى لتحقيق يعني لقب نهائي كاس مصر، والفوز على فريق الجزيره يعني مباراه مهمه وقويه جدا، ولكن من الواضح كمان ان يعني فريق الجزيره استعد بشكل قوي جدا، والمتواجدين الحقيقه يعني الجهاز الفني واللاعبين من يوم السبت كان عندهم ميران السبت والاثنين، والنهارده طبعا المباراه النهائيه. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في مباراه اليوم، ولكن اكيد النادي الاهلي كمان استعد بشكل قوي. يعني يا محمد كلمنا بقى عن استعدادات النادي الاهلي النهارده. بالطبع زين، بالطبع كابتن هيثم، كابتن طارق خيري فضل ان هو يعني يكون في اسماعيليه من يوم الجمعه، اتدرب جمعه وسبت وبعد كده لعب مباراه اليوبلس الحد، وكان في تدريب امبارح قبل الفطار لمده ساعه، ده كان التدريب النهائي والختامي سهل لمباراه اليوم. عايز اقول لك ان اجواء اكثر من رائعه هنا في الصاله سواء ما بين الفريقين، التنظيم اكثر من رائع كمان زي ما تعودنا من مؤسسه كبيره وهي قناه السويس، تنظيم على اعلى مستوى. عايز اقول لحضرتك كمان يمكن النهارده حضور رفيع المستوى، النهارده بيحضر المباراه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، كمان الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله، وعدد كبير جدا من اعضاء الاتحاد المصري لكره السله. اجواء اكثر من رائعه، كل الامور مهيئه باذن الله نشوف مباراه كبيره، وان شاء الله نحتفل بعد المباراه كابتن هيثم فوز النادي الاهلي وتتويج بطوله كاس مصر. كلمه لحضرتك، اتفضل. زملائي الاعزاء محمد توفيق ورزان نصر بشكركم شكرا جزيلا، كنتوا معانا من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، ويمكن محمد توفيق اسعد واحد النهارده لان هو ابن مدينه الاسماعيليه، فالحقيقه يعني المباراه النهارده مباراه اكيد مهمه، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم النهارده وبكره. يعني سيتم حسم 3 بطولات، 2 كأس لكره السله رجال وسيدات، وبطوله الدوري كره الطائره. ارجع لضيوفي، اكيد هستعرض مع حضراتكم سريعا لان خلاص يمكن 8 دقائق او 7 دقائق وتنطلق المباراه، هستعرض مع ضيوفي قوائم سواء الجهاز الفني او اللاعبات لكلا الفريقين. كابتن محمود استاذنك لو نستعرض الجهاز الفني للنادي الاهلي. الجهاز الفني الاهلي طبعا هيد كوتش مدير فني كابتن طارق خيري، المدرب العام كابتن كريم محمد، مدرب مساعد كابتن علياء محمود، المدير الاداري كابتن ماجد فوزي، اداريه مشير عبد العليم، مخطط احمال كابتن اكرم السبكي، محلل تقني محمد اكرم، طبيبه الفريق دكتوره مروه الحسيني، اخصائيه العلاج الطبيعي دكتوره ياسمين محمد، واخيرا اخصائيه نفسيه دكتوره مي القاضي. نعم ده كابتن محمود اشكرك، ده كان جهاز الفني للنادي الاهلي، وطبعا اكيد كل الجهاز الفني الان حاضر في الملعب سواء على البنش او خلف الفريق في المدرجات، نتمنى كل التوفيق. يعني كابتن عمرو محتاج اجي لحضرتك، واكيد محتاجين نستعرض طبعا اكيد اسماء الجهاز الفني لسيدات نادي الجزيره. الحقيقه السنه دي بيعملوا موسم رائع بقياده طبعا الكابتن عمرو عاصم، اتفضل يا كابتن. هو طبعا هيد كوتش كابتن عمرو عاصم وهو مادي يعني سيزون السنه دي كويس قوي، وزي ما احنا سمعنا ان هم محققين فوق التارجت. مدرب عام كابتن مصطفى سيد، مدرب مساعد كابتن نهال سعد الدين، اداري كابتن هيثم ممدوح، مخطط احمال كابتن فريد سمير، الدكتور عبد الغني محمد علاج طبيعي، والاحصائي كابتن علي عبد البير. نعم ده كان جهاز الفني لفريق سيدات نادي الجزيره وبقياده كابتن عمرو عاصم، وهو احد ابناء النادي الاهلي وناشئينه، يعني كابتن عمرو عاصم او دكتور عمرو عاصم، وقال كده اكتر من مره على شاشه قناه النادي الاهلي بعد العديد من المباريات لما استضفناه، اكيد طبعا عامل موسم جيد وبنشيد بيه من هنا من شاشه قناه النادي الاهلي من استوديو الابطال. كابتن محمود يمكن محتاجين نستعرض مع حضرتك قائمه سيدات او الفريق اللي هيشارك او قائمه سيدات النادي الاهلي، اتفضل. يمكن التشكيل بتاع النادي الاهلي ما اختلفش خالص عن المباراه نادي هليوبلس في السيمي فاينل. رقم 1 المحترفه شيكلي وبلال اشرف، رقم 4 نادين سلعاوي، رقم 7
سرويه محمد رقم 8، ندى نافع رقم 9، كابتن الفريق دينا عمر رقم 10، رضوى محمد رقم 12، فريده وائل رقم 14، رقم 15 رنيمه الجداوي، رقم 23 نهى شتا، رقم 40 حبيبه محمد، ورقم 44 يارا اسامه. نعم اشكرك يا كابتن. ده كان قائمه لاعبات او لاعبات الفريق النهارده للنادي الاهلي اللي هتخوض المباراه. كابتن عمرو محتاجين برضو نستعرض قائمة نادي الجزيرة، اتفضل يا كابتن. النهاردة في القائمة في ال 12 كينزي خورشد دبل زيرو، ورقم زيرو آية الفقي، رقم واحد جنى وائل، رقم اثنين حبيبة حاتم، رقم ثلاثة بيتس المحترفة، رقم سبعة كليمان صلاح، رقم 8 فاطمة هاني، رقم 11 رضوى سالم، رقم 12 رنا علاء، رقم 23 ياسمين هلال وهي كابتن الفرقة، رقم 33 تمارة نادر، ورقم 10 ملك حاتم. اشكرك يا كابتن عمرو. خليني كابتن محمود اسالك سؤال، يمكن خلاص 3 4 دقائق. نقط قوه النادي الاهلي النهارده ونقط قوه نادي الجزيره، شايفها ازاي؟ انا شايف يعني كابتن عمرو عاصم في الغالب بيميل للزون ديفنس بمختلف اشكاله 2 3 3 2، فانا شايف ان نقطه ليه بيميل يعني بالشكل هو غالبا ليه؟ هو غالبا كابتن امكانيات الفريق بالنسبه لكابتن عمرو يعني هو عنده التولز اللي يقدر يشتغل بيها كده اكتر، بس ما مش عارف النهارده نسبه النادي الاهلي في التصويب عاليه مش قليله 30% الماتش اللي فات، وعندنا شوترز كتير ميرال وسوريا وناليس العاوي، عندنا شوتنج جاردز كبار جدا، ولكن نقطة القوة النهاردة عندنا ان احنا نقدر نعمل ترانزيشن اوفنس كويس قوي عشان ما نصطدمش بزون ديفنس بشكل او باخر. محتاجين ان احنا يبقى عندنا بنتريشن بشكل كبير. هم عندهم تحت الحلقه النادي الجزيره عنده ويكنسز شويه، ما عندوش اطوال، ممكن النادي الاهلي شويه عنده نقط قوه في الحته دي، محتاجين ندخل الكوره انسايد اكتر. فيعني ده زي ما حضرتك عارف ان احنا ان انت بتخلص من الدفاع المتكتل ده بتنقل الهجمه اسرع وتخلص بترانزيشن فاست بريك على طول، دي من ضمن نقط القوه. عندنا شوترز كويسين نقدر نتغلب بيها على زون بريس على زون ديفنس من نادي الجزيره. يعني محتاجين، انا برضو في نقطه تانية عايز اقول لحضرتك، احنا نادي الجزيره بيلعبوا زي ما كابتن عمرو قال اهدى شويه. حضرتك تفضلت وقلت ممكن لعيبتنا النهارده تبقى متسرعه في الفوز، فنقطه القوه النهارده ان لعيبتنا تبقى تلعب اللعب الطبيعي بتاعه تبقى اهدى، وان شاء الله نقدر نتغلب على المباراه بشكل كبير. كابتن عمرو خلاص دقيقه وهنروح للمباراه، توقعاتك للمباراه النهارده. يمكن احنا نطلع بين الشوطين واكيد هنحلل الفتره الاولى والثانيه، بس توقعاتك على الاقل الفتره الاولى والثانيه تمشي ازاي؟ الفتره الاولى والثانيه وخصوصا الفتره الاولى انا بشوف انه النادي الاهلي هينزل باندفاع بدني اندفاع هجومي، بيقابلوا في نادي الجزيره حذر شويه. انا يعني مع كابتن محمود، بس انا بشوف انه الجزيره هيبتدي مان تو مان، ولازم ما يفتحش الملعب قدام النادي الاهلي لسبب واحد، لانه قطرات النادي الاهلي او الباراميترز يعني اقويه جدا، سواء نادين ميرال سوريا لو بدات رضوى يعني يقدروا عندهم بنتريشن كويس قوي. في نفس الوقت لازم كمان احنا نقطه قوه لينا انه رنيم مثلا عندها ميزه في الاوفنسيف ريباوند كبيره جدا، نقدر نتابع كورنا كويس قوي، وزي ما كابتن محمود قال انه احنا عندنا شوترز كويسين. بتهيألي ان هي لو فتحت معانا عشان كده هو صعب جدا يلعب زون نادي الجزيره بصراحه. يبتدي زون، كلامك ان هو يعني هيبتدي مان تو مان والمباراه يمكن تمشي شويه كلوز جيم في الاول. طب خلينا نروح يعني خلاص لحظات وتنطلق المباراه، هنطير لصاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه عشان ننقل لحضراتكم على الهواء مباشره الفتره الاولى ما بين الاهلي والجزيره في نهائي كاس مصر موسم 22-23 مع معلقنا المتالق الكابتن احمد مناع. فالى هناك. شكرا معلقنا القدير الكابتن احمد مناع. اذا انتهت الفتره الاولى والثانيه بتقدم النادي الاهلي 58-31. اذا النادي الاهلي يعني خد نصف الشوط او نصف الطريق الى بطوله الكاس. نتمنى ان شاء الله ان نستمر على هذا الاداء حتى نحسم البطوله. برجع لضيوف الاستوديو الكابتن محمود الجزار، برحب بيك المره الثانيه يا كابتن، وكابتن عمرو جوده برحب بيك للمره الثانيه. كابتن عمرو شايف الفتره الاولى والثانيه ازاي؟ زي ما احنا اتكلمنا اندفاع بدني للنادي الاهلي، ضغط من ثلاث ارباع الملعب 1 2 2 ساعدوا حاله التسرع بتاعت لعيبه الجزيره، خصوصا كمان انه كان بصراحه قرايه هايله جدا من كابتن طارق انه من الاستاتستكس انه سواء محترفه الجزيره او رضوى سالم او ايه الفقي او فاطمه
او فاطمه محمد يعني، دول اللي معاهم 80% تقريبا من السكور ستاتستكس ماتش ذا سبورتنج. فكويس ان هو ضغط من ثلاث ارباع الملعب، قدر يبعد اللعيبه دي عن الحلقه، وبالتالي كان اغلب الترايلز بتاعتهم بازر شوت، قدر ان هو يشوط، قدر ان هو فاتح خطوط الملعب، يروح يهاجم الحلقه بنادين بميرال كمان، رنيم جداوي في التكمله الهجوميه النهارده، المحترفه بتاعت الاهلي النهارده عامله تكمله يعني وديفنس ريباوند عالي جدا. حاجه كمان اعتقد ان هي اضافت كمان للنادي الاهلي، انه نقاط البنش النهارده يعني بيكو لما نزلت، نهى شتا، فريده وائل، سوريا حتى لما نزلت لانها ما بدأتش، اضافوا يعني بوينتس كتيره جدا للنادي الاهلي، ده اللي خلى السكور يطلع على 27 بوينت. في المقابل نادي الجزيره بدا مان تو مان شويه، رجع طبعا زون لما لقى اختراقات نادين وميرال وترانزيشن اوفنس بتاع النادي الاهلي مكمل، بدا يضغط 2-1-2 من نص الملعب. لكن انا زي ما بقول لك انه النادي الاهلي كان فاتح خطوطه كويس قوي، فقدر يلعب حتى في الانسايد. الجزيره في مشكله لانه المحترفه بتاعته بيتيس 3 فاول، ده وطرها جدا، مستغرب جدا من الميس باس اللي عملته في اول الجيم، لدرجه ان هو لعبها 4 علشان اسمه ايه ده يبعدها شويه عن الكوره. النادي الاهلي نجح في ان هو يفصل الخط القداماني بتاع نادي الجزيره، عشان كده انا بقول لك الجزيره رغم نادي الاهلي بتدازون ابتدى زون، بس بعد اول دقيقتين ضغط من 3 ارباع الملعب 1-2-2 رد على 3-2 ماتشب، او طبعا 1-2-2 ماتشب، وساعات كان بيقلبها 2-3. حاله التسرع اللي موجوده في نادي الجزيره بصراحه كمان يعني خدمت النادي الاهلي، وده طبعا في الشوتينج قدرنا نلم وقدرنا نروح على الفاست بريك. بس الجزيره في موقف صعب لسبب واحد، لانه المحترفه بتاعته 3 فاول، اغلب اللعيبه نادي الاهلي ضغط عليها كويس زي ما بقول لك، هو فاصل الخط القداماني عن الخط اللي تحت، خصوصا كمان انه لو انت شفت هتلاقي نادي الجزيره تقريبا لعب بسبع لعيبه، سبع لعيبه، هو ده القوام. الدكتور عمرو قال كده قبل كده، هو ده القوام بصراحه يعني بتاعه. فانا بشوف انه ده جود ريدنج من كابتن طارق بناء على الاستاتستكس اللي قبل الجيم. اشكرك يا كابتن عمرو. كابتن محمود، اكيد عندك الكثير لتقوله عن الفتره الاولى والثانيه. يعني يمكن اللي انا اقدر اقوله في الفتره الاولى من المباراه ان الاهلي فرض شخصيته، شخصية نادي الأهلي واضحة في الملعب النهاردة. نادي الجزيرة هو رد فعل لكل الأكشنز اللي بتحصل في الملعب. يمكن زي ما كابتن عمرو تفضل وقال، فقبل المباراة كابتن عمرو عاصم ابتدى زون ديفنس، ابتدى مان تو مان، أنا آسف، ولكن هو ما قدرش يلاحق لعيبة النادي الأهلي في البيك أند رول والتسرع وكده، بدأ يرجع تاني زون ديفنس. كابتن طارق بشكل أو بآخر ضغط على فرقة الجزيرة بالثلاث أرباع ملعب زون بريس على طول، فترن أوفرز ترن أوفرز، يرجع يلعب تاني زون ديفنس جزيرة، يرجع يلعب مان تو مان. فالنادي الأهلي فرض شخصيته، أهدى أول تغيير للكابتن طارق خيري كان في الدقيقة 10 الدقيقة 9 من الشوط الأولاني، فكان النادي الاهلي اهدى، عندهم خبره اكتر. نادي الجزيره ما عندوش بنش، فمتوترين ترابل فاول بشكل كبير للاعيبته، فاللعيبه ابتدت تتوتر. زي ما قلت لحضرتك برضو ان الفاست بريك حل بشكل كبير قوي للنادي الاهلي المعادله، ما بنخشش بقى في قصه زون ولا مان، بنطلع فاست بريك على طول، عملنا الفارق ده من اول شوط. في لعب جماعي للنادي الاهلي بشكل كبير النهارده، اللعيبه بتلعب مع بعض كويس، كلهم النهارده كويسين، مفيش نجم واحد يعني، سواء كل اللعيبه شايفه بعض كويس، الكره بتلف على الخمسه بالظبط، الكره بتلف على الخمسه النهارده يعني، كل اللي لعبوا شاركوا في التسع لعيبه اللي شاركوا، كلهم شكلهم كويس، سواء فريده حتى نزلت بعد كده او حبيبه شكلها كويس. فهي دي الفرقه الكبيره، في كل لعيب بيبقى نازل عارف دوره وعارف مكانه في الملعب. بس يمكن يا كابتن، من كلام كابتن عمرو وحضرتك النهارده، النقطة اللي عملت تحول كبير النهارده في المباراة ان كابتن طارق خيري فاجئ دكتور عمرو عاصم المدير الفني لنادي الجزيرة بالبريس على نص الملعب، سواء ب 1-2 او 3-2 او بترابات على البيز لاين او على السايد لاينز، وواضح ان لعيبه الجزيره ما كانوش مجهزين لده، فانت خطفت لك 4-5-6 كور، ما اعطيت 4 فاست بريك، عملت الفرق خلاص. هو يعني هي دي بقى النقطة، ان لازم المدير الفني يبقى عنده رؤية مفاجأة، مش ما تستناش يعني، لان كابتن طارق المباريات اللي فاتت ما عملش كده، دي حقيقة. المباريات اللي فاتت كان مستنى نادي الجزيره يوصل بالظبط، فالنهارده دي اللي عملت الفرق، واللي متهيألي من كلامك انا فهمت كده ال 27 نقطه. هو كمان البريس اللي عمله غير تيمبو الجيم، يعني في الاول كان الدنيا بالزبط. ماشيه الى حد ما بطيئه، هو نزل بيه في الوقت المناسب، فعشان كده انا بقول لك دي قرايه هايله جدا منه. الحاجه الثانيه
الصلابه الذهنيه بتاعه النادي الاهلي وخصوصا في بدايه الجيم بعدت شويه نادي الجزيره بدليل التيرن اوفر اللي بيعملوه او الميس باس اللي بيعملوه ده خلى النادي الاهلي يجري. عشان كده الاندفاع البدني اللي كان عند النادي الاهلي سهل عليهم الجيم. الشوط الاولاني خلص 10 بونت، الشوط الثاني خلص 17 بونت، فبالتالي الاثنين يبقوا 27 بونت. البنش بتاع النادي الاهلي والسكواد بتاعه نقطه تحول كبيره. بس خلينا نقول يا كباتن حاجه، ان يعني كل التحيه لفريق نادي الجزيره الحقيقه. طبعا لا محدش يقدر يقول حاجه لانه السنه دي مادي سيزون نهائي، عمل مفاجاه كبيره جدا امبارح كانت غير متوقعه جدا انه يكسب بطل افريقيا اللي هو كان مرشح ان هو يبقى ند للنادي الاهلي في الكاس. وزي ما بقول لك انه النادي الجزيره بيلعب يعني بيلعب اول مره على كاس مصر السنه دي، فاعتقد انه رهبه الفاينلز دي هي مش موجوده عندهم، وان كان عندهم لعيبه برضو ما ننساش انه معظمهم ناشئين النادي الاهلي، يعني معظم اللعيبه ناشئين النادي الاهلي. كابتن محمود شايف السكور 27 نقطه النهارده 58-31 النتيجه، شايف دي نتيجه مطمئنه للثالث والرابع ولا برضو الكؤوس يعني مليئه حسابات اخرى؟ لا ما اعتقدش ان نادي الجزيره عنده القدره انه يرجع في الجيم، يعني ممكن السكور يقرب شويه، تراخي من لعيبه النادي الاهلي ثقه في المكسب بشكل او باخر، انما السكور يقرب او نادي الجزيره يبقى عنده فرص في اللقاء ما اعتقدش. المباراه اتحسمت في شوطها الاول، فلا ما اعتقدش يا كابتن هيثم ان الماتش. طب انت لو مكان كلا المدربين، ناخد الاول كابتن دكتور عمرو عاصم المدير الفني في الجزيره، تعمل ايه في تاتو رابع؟ انا ما عنديش حاجه النهارده، يعني ما عنديش حاجه ابكي عليها قوي كمدرب. انا شايف ان هو لازم يبتدي يضغط من اول الملعب شويه. كابتن عمرو اللعيبه بتدافع من الهاف كورت، لازم يبتدي يضغط شويه على لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بتوصل لنص ملعب باريحيه، لعل وعسى النهارده يقدر ان هو برده زي ما كابتن طارق خيري ضغط عليه ان هو يقدر يعمل 2 3 تيرن اوفر يوتر النادي الاهلي شويه. ولازم يعني اللعيبه يوجه اللعيبه ان هي في الاخر احنا بدات اللعيبه كانت بادئه متوتره شويه، صحيح كانت متوتره خفيف توتر، الجيم ما وقفش، لعبنا 10 دقائق ملعوبين الجيم ما وقفش خالص. فلازم اللعيبه تبقى اهدى، وفي نفس الوقت لازم يغير من طريقته في الدفاع شويه. لو مكان كابتن طارق خيري تعمل ايه؟ لو مكان كابتن طارق خيري صعب، صح السؤال كابتن طارق خيري صعب، يعني تبقى عندك 27 نقطه هتفكر ازاي؟ هتكمل ضغط ولا هترجع اللعيبه؟ اعتقد ان كابتن طارق هيبتدي يكمل زي ما هو، مش هيغير في الشوط الثالث، انما الشوط الرابع اعتقد ان المباراه خلاص هتاخد ريتم مختلف ولا العكس؟ لا فنش بضغط، لا الشوط الثالث يا كابتن، الشوط الثالث مهم قوي، الشوط الثالث مهم قوي. حتى احنا كمان في الباسكت بول في الولاد هتلاقي دايما عندنا في اوجوستي بوش ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق، بكره مباراه صعبه مع الزمالك ان شاء الله باذن الله، يعني نقلل بالكاس ان شاء الله. دايما نقطه التحول عندنا في الشوط الثالث، الشوط الثالث دايما بيبقى جيم مختلف يعني بيبقى. فكابتن طارق هيستمر في اول 5 دقائق كده وبعدين الجيم هيبتدي. طب نشوف كابتن راي كابتن عمرو برضو، انت لو مكان الاثنين نبتدي بكابتن عمرو. بص انا هبتدي بالجزيره، هو لازم يخش في الجيم بدري، يعني لازم يسجل بدري اول الكوارتر الثالث، لازم يسجل بدري. بس هو في موقف لا يحسد عليه لانه المحترفه بتاعته 3 فاول، فلو طلعت دي مشكله هو بعدها ونزلها تحت الحلقه علشان يحاول ان هو يلعب عليها انسايد، يبعدها عن التوتر والضغط اللي موجود لانها كمان بتلعب ل 40 دقيقه. اعتقد انه لو ضغط هي مشكله بالنسبه له، والا هيفتح خطوط الملعب وده مش هيكمل بدني، ولا كمان لو دخل فيه السكور بدري الدنيا هتفتح قوي. فانا اعتقد ان هو لازم هيحتفظ، هيغير ما بين المان تو مان والزون. اعتقد ان هو هيبتدي ممكن يبتدي زون، يحاول يوقف الشوتينج شويه عشان يوقف كمان الاختراقات. اما بالنسبه لكابتن طارق لا انا اعتقد ان هو هيكمل كده، هيكمل واعتقد ان هو يعني هيدوس، خاصه انه ما عندوش مثلا ماتش بكره محتاج يريح له. لا خلاص اصل ده فاينل خلاص، وهو يعني الحمد لله 27 يعني لو كان في ماتش بكره كان ممكن، انما خلاص ده فاينل كان ممكن. ودليل ان هو اللاعب لحد دلوقتي بتسع لعيبه، تسع لعيبه معنى كده ان هو مثبت الجيم، بعد كده ان هو مركز عايز يعمل سكور علشان اسمه ايه ده فرقه الجزيره تجري وراه. طيب الثلاثه اللي ما شاركوش النهارده، الثلاث لاعبات اللي ما شاركوش من اول المباراه، شايف يبتدي بيهم الثالث ولا ينتظر شويه؟ لا هينتظر شويه، يعني هو اللي ما بداش هي لسه يارا ولسه دينا عمرو ولسه ندى نافع. خلي بالك من حاجة انه الوحيدة اللي بتلعب باور فورورد هي المحترفة، اوقات كتيرة جدا بيلعب بتو بيج مان تحت الحلقة، وساعات وبيضطر فيها يلعب زون. ما هي دي المشكلة، دي المشكلة الأساسية في رجال والسيدات. ما هو للأسف البوزيشن فورورد مش موجود دلوقتي، وده أهم حاجة. خلي بالك إنه اللي ساعد الكوارتر الأولاني إن هو يطلع كده، المحترفة كانت بتطلع وتكمل في الترانزيشن كويس قوي، فده النهاردة عكس امبارح. امبارح 6 بوينتس طول الجيم، كان عندها ديفنس ريباوند
راوند كويس، لكنه ما كانش عندها تكمله هجوميه كويسه. اعتقد انه يعني هيبتدي يدوس اكتر شويه، لو غير يغير يعني ممكن على نص التالت كده ولا حاجه، عقبال ما يشوف السكور يلعب بقى 2.2 بيج مان تحت. خلينا نطمنكم برضو انه الكره الطائره سيدات النهارده بيلعبوا جيم 1 في سلسله مباريات النهائي. كان الشوط الاول انتهى للزمالك 25-17، كانت نتيجه 1-0. الفتيات الذهب عدلنا النتيجه وبقت 1-1 بعد الفوز بالشوط الثاني 25-11. نتمنى ان شاء الله النتيجه تخلص 3-1، مش عايزين يبقى في ايكوال جيم عشان بكره جيم 2 على طول. فنتمنى ان شاء الله الامور تمشي بهدوء وتمشي بدون مجهود، يعني برضو عين على الاحداث اللي تحصل النهارده، وان شاء الله كل التوفيق لفريق السيدات. نرجع لمباراتنا، يعني مباراه من وجهه نظرك مباراه تقيمها كم من 10 فنيه؟ بالنسبه للنادي الاهلي ولا بالنسبه للجزيره؟ توتال يعني اوفرول على توتال 6-7 من 10. في حاله تسرع كبيره جدا، خصوصا كمان من فرقه الجزيره، استغلها طبعا النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعرف يدور الكوره كويس وبيلعب على الاكسترا باس كويس، وخصوصا لما فرقه الجزيره بتلعب يعني بتلعب زون. ولكن في الاخر انت لما بتيجي تلعب فرقه عندها ميس باس كتير وعندها اخطاء كتير، انت نفسك ما بتبقاش مستمتع بالجيم. وده كلام بيحصل معانا حتى واحنا لعيبه، تلاقي الجيم نزل شويه. بس خلينا خلاص استاذن ضيوفي واستاذن حضراتكم لحظات وتنطلق الفتره الثالثه والرابعه. خلينا نطير لصاله هيئه قناه السويس بمدينه الاسماعيليه عشان ننقل لحضراتكم الفتره الثالثه والرابعه من مباراه كره السله سيدات نهائي كاس مصر موسم 22-23 مع معلقنا القدير الكابتن احمد مناه. فالى هناك كابتن هيثم، اليك الميكروفون. شكرا جزيلا معلقنا الكابتن احمد مناع، الف مليون مبروك فوز النادي الاهلي للسيدات لكره السله بكاس مصر موسم 22-23 كرابع بطوله يحصدنها ابطال السيدات او ابطال الذهب للسيدات هذا الموسم، بطوله القاهره المرتبط السوبر المصري، ونهايه بكاس مصر. كابتن محمود يمكن الف مبروك، اداء جيد وفوز جيد زي ما توقعنا، يمكن الفتره الاولى والثانيه خلصت اللقاء. ألف مبروك للنادي الأهلي، مبروك للعيبة، مبروك للجهاز الفني والمجلس الإدارة. بطولة جديدة تنضم لدولاب بطولات النادي الأهلي. الأهلي بدأ قويا يعني في الشوط الثاني، وفي الشوط الثاني مباراة زي ما بدأ المباراة استمر في الضغط زي ما احنا اتكلمنا في بين الشوطين، ويمكن فريق الجزيرة كمان هو استمر في نفس الريتم ونفس طريقة اللعب، ما غيرش طريقة لعبه خالص، فعشان كده السكور ما اتغيرش، يمكن السكور قل شوية نتيجة يعني ثقة لعيبة النادي الأهلي في المكسب. ببارك للكابتن طارق خيري على البطولة الرابعة السنة دي، وببارك للعيبة، وإن شاء الله رب العالمين عقبال الدوري وعقبال كأس مصر بكرة اللي جاي بإذن الله. إن شاء الله ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك جمهور النادي الأهلي، ألف مليون مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مليون مبروك الجهاز الفني، اللاعبات. الحقيقة موسم رائع بيأديه فريق كرة السلة سيدات. الفريق يعني تم دعمه منذ البدايه بدايه الموسم، ويعني كابتن طارق خيري استعد جيدا هو واللاعبات عشان يكون موسم تاريخي. ان شاء الله يتبقى بطوله واحده عشان تبقى العلامه الكامله، 5 بطولات من 5 بطولات. الف مليون مبروك، نتمنى ان شاء الله بطوله الدرع العام لدوري السوبر لكره السله سيدات ان شاء الله يكون في النادي الاهلي عشان تبقى العلامه الكامله. خلينا نروح لارض الملعب ومعلقنا كابتن احمد مناع عشان نغطي ونشوف لحظات التتويج. فإلى هناك. شكرا كابتن هيثم السعيد، ونعود إلى لحظات التتويج والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وتكريم خاص للحكام في أحداث تقليد دائم في النهائيات، دايما يتم تكريم الحكام. كان حكام النهاردة كابتن أحمد فهمي الشهير بالكابتن أيني، كابتن نانسي أيمن، والكابتن منى علي، وطاقم التحكيم الطاولة، وتكريمهم في هذا الحدث نهائي كرة السلة كأس مصر كرة السلة. دكتورة ياسمين، دكتورة مي، حبيبة بيكو، نادين سلعاوة، فريدة وائل، كابتن علياء، نوع شتا، رنيم جداوي، ندى نافع، وادي حكامنا وحكام اللقاء وحكام الطاولة، تكريم خاص ليهم. والآن إلى تكريم المركز الثالث وهو فريق نادي سبورتنج بطل أفريقيا. كل التقدير لفريق نادي سبورتنج بقيادة كابتن محمد حورس، كابتانو دينا عمرو، والصور التذكارية عايزين بس نشوف بيحصل ايه، يعني بيمضوا على التيشيرت ولا ده طريقة جديدة للاحتفال، هنشوف دلوقتي. بس هو واضح كل التمركز حوالين الكابتانو دينا عمرو، واضح انهم محضرين مفاجأة. لجنة الإحصاء بتكريم خاص
من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة عن طريق الكابتن خالد الوصي، طبعا لجنة الإحصاء كابتن ياسر وكابتن محمد البيسي الكابتن. وما زلنا في الاحتفالية بليلة رمضانية وسهرة رمضانية السلوية لملكات النادي الأهلي والتتويج بالكأس الثامنة. سرايا محمد طبعا هي لقب أفضل لاعبة في كأس مصر سوكا، وتكريم خاص من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة. كابتن إيهاب محسن عضو مجلس الإدارة للاتحاد المصري لكرة السلة، وتكريم والصور التذكارية لسوكا سرايا كيلوباترا. سرايا ما زلنا مع سرايا والاحتفالية الألقاب الفردية. يعني بتمنى من زمايلنا في الاستوديو يعني يرفعوا لنا صوت الملعب عشان نسمع ونستمتع مع الجمهور. وكأس أخرى تقدم، هنشوف لمين. لهاجر عامر كابتن فريق نادي سبورتنج، واحدة من لاعبات المتميزات كابتن هاجر عامر. مراسم زي ما قلنا حضراتكم مراسم تتويج والجوائز الفردية للاعبات. تلقى طبعا تحية كبيرة هاجر عامر، اسم كبير في عالم كرة السلة النسائية في مصر في السنوات الأخيرة. هاجر تحظى بتأييد وتشجيع واحترام جميع أسرة كرة السلة زي ما حضراتكم شايفين هاجر عامر. وادي نادين سلعوة وجائزة أخرى من قبل الكابتن عن طريق الكابتن خالد الوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. هاجر عامر زي ما حضراتكم شايفين ونادين سلعوة، أعتقد إن نادين سلعوة هل هي 3 بوينت ولا مش عارف، يعني هنحاول نعرف لحضراتكم ونوصلها لحضراتكم. لكن جائزة فردية أخرى لنادين سلعوة، وتتلقى التحية كوتش طارق خيري كابتن كريم إسماعيل نادو توب سكورر في احداث الكوارتر الاول والثاني 18 نقطه. واخر الجوائز الفرديه نادي الجزيره يتلقى المركز الثاني. المركز الثاني لنادي الجزيرة ياسمين هلال الكابيتانو، ملك حاتم رقم 10، حبيبة حاتم رقم 2، رنا علاء رقم 12، تمارا نادر رقم 33، فاطمة هاني رقم 8، آية الفقي رقم 0، كنزي خرشد ورضوى سالم، كريمان صلاح، فرح هشام، جانا اشرف رقم 55، او كنزي خرشد انا اسف المره اللي فاتت كانت ملك حاتم، بيتس رقم 3، كابتن نهال سعد المدرب العام لنادي الجزيره، كابتن مصطفى سيد الجهاز الفني، كابتن احمد طبيب الفريق، كابتن فريد مخطط الاحمال، واخيرا كابتن عمرو عاصم. كل التحيه والتقدير مننا شخصيا ومن كل اسره كره السله لهذا المدرب القدير جدا كابتن عمرو عاصم اللي عامل موسم باقل الامكانيات ناجح في الوصول الى ابعد النقاط مع فريق نادي الجزيره. كل التحيه والتقدير لفريق نادي الجزيره اللي ادى موسم النهارده رائع ونجح في اقصاء بطل افريقيا نادي سبورتنج في مفاجاه مدويه في عالم كره السله النسائيه. كل التحيه والتقدير لنادي الجزيره بقياده الكوتش عاصم مرعي، عمرو عاصم. صور التذكاريه للمركز الثاني. Thank you.
درجات الصور التذكاريه لفريق نادي الجزيره. المركز الثاني لفريق نادي الجزيره، لم يحصل نادي الجزيره على كاس مصر من قبل، يمكن دي ثاني نهائي لنادي الجزيره. وادي الصور التذكاريه، والان مع مراسم تتويج المركز الاول للنادي الاهلي سيدات. المركز الاول سيدات للنادي الاهلي بقياده غزال مصر، كوتش طارق خيري، السيد العمري فاروق العمري نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والكابتن ايهاب محسن، والكابتن خالد الوصي يقلدنا الميداليات. مراسم تتويج اعزائي المشاهدين، مراسم تتويج الاهلي بطل لكاس مصر سيدات كره سله 22-23. يتقدمنا الفريق الكابتن ودينا عمرو، رضوى محمد، لائحه شرف النادي الاهلي، حبيبه بيكو رقم 40، نرمين ايمن، نهى شتا رقم 23، فريده وائل رقم 14، نادين سلعوه المتالقه رقم 7، جايده خالد، وشيكيلي يارا سما. شيكيلي قدامنا، يارا سما وراها، تاتي بعدها ميرال اشرف، ثم رنيم جداوي، ندى نافع، والصاعده هنا حتحوت، ثم سوكا كيلوباترا في تقليد الميداليات. كابتن ماجد المسلمي مدير اداري، هنا حتحوت اول ميداليه مع الدرجه الاولى. كابتن ماجد مدير اداري، كابتن مشيره الاداريه، خدت ميداليتين. دكتوره ياسمين طبيبه الفريق، كابتن اكرم الشرباجي احصائي الفريق، كابتن اكرم المعد البدني، كابتن علياء محمود نجمه مصر والنادي الاهلي، وتاتي وراها دكتوره مي، ثم كابتن كريم اسماعيل المدرب المساعد، واخيرا الغزال كوتش طارق خيري، وتقليد والبطوله الثالثه لهذا الموسم، بطوله الدوري المرتبط، ثم كاس بطوله المنطقه ودوري المرتبط، وكأس السوبر هي البطولة الرابعة، كأس مصر هذا الموسم. أربع بطولات من أربع بطولات كوتش طارق خيري هذا الموسم. والآن مع لحظات تتويج وحمل كأس مصر الموسم 22-23 أعزائي المشاهدين، نتابع معكم لحظة بلحظة تتويج الآنسات ملكات كرة السلة في النادي الأهلي. بلقب كأس مصر الموسم 22-23. وادي الكابيتانو دينا عمرو تستعد لاستلام الكأس. دينا عمرو، دكتور مجد ابو فريخه، وكابتن السيد العمري فاروق العمري، وحوار ابوي، حوار ابوي. الكابيتانو دينا عمرو ترفع الكأس عليها وتقلد باللقب الثامن في تاريخ سيدات النادي الاهلي لكاس مصر. لحظات تصوير، لسه لحظات الاحتفال مع الفريق. دينا عمرو ستذهب للاحتفال باي طريقه بقى يا دينا، هتعمليها المره دي اي طريقه اي طريقه؟ مستعد دينا عمرو؟ خلاص اتفقوا. ها، ايه الشكل الجديد اللي هتقدمه دينا عمرو في الاحتفال؟ يمين شمال فوق تحت، ماشي يا دينا، خلاص عرفنا، يمين شمال فوق تحت. واحتفاليه النادي الاهلي بكاس مصر، وتصوير والاحتفال زي ما حضراتكم شايفين بتتويج ملكات كره السله بكاس مصر الثامنه في تاريخه، بعد فوزه على فريق المحترم والمحترم جدا فريق نادي الجزيره. ادي اللحظات وادي الصور التذكاريه للنادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، كنت معكم معلقكم ومحدثكم الرياضي احمد مناع، واسيبكم مع الاحتفاليه المستمره في سهره صباحيه رمضانيه لملكات النادي الاهلي، ونعود سريعا في الاستوديو التحليلي مع الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام. كابتن هيثم اليك الميكروفون. والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوة الاهلي، اسأل عالاهلي وبطولاته هيقولك وسع للغاية.
الاهلي في دم اللي يحبه عامل زي الروح جوه الجسم الكوره هيبقى اسمها اهلي لو جينا نسميها باسم مبروك سله النادي الاهلي الحقيقه رابع بطوله السنه دي تدخل دولاب النادي الاهلي من السله سيدات زي ما قلت لحضراتكم توت القاهره والمرتبط والسوبر المصري وكاس مصر يبقى بطوله واحده وهي بطوله السوبر المصري ان شاء الله عشان تكون العلامه الكامله نتمنى ان شاء الله كمان التوفيق لفريق الرجال بكره ان شاء الله ونتمنى لفريق السيدات كره الطائره اللي بيخوض المنافسه دلوقتي او منافسات جيم 1 او احداث مباراه جيم 1 في كره الطائره سيدات في نهائي الدوري يمكن النتيجه 2-1 حتى الان لنادي الزمالك ولكن احنا رايحين في شوط رابع اتصور المباريات مش هتبقى والمباراه النهارده وبكره مش هتكون بالمره سهله هتكون اخر نقطه في المباراه كل التوفيق لفرقنا اسبوعين مهمين جدا في الالعاب الاخرى في النادي الاهلي ابتدت طبعا الدوري طيب خلينا نروح لارض الملعب ومراسلنا محمد توفيق ولقاء مع طبعا عريس الليله النهارده ويعني ونجم النادي الاهلي السابق ومدير فني فريق السيدات الكابتن طارق خيري اتفضل يا محمد برحب بيك من جديد كابتن هيثم الف مبروك لحضرتك لضيوف الكرام لجمهور النادي الاهلي في كل مكان بطوله جديده بتخش دراب بطولات النادي الاهلي والبطوله الرابعه تحديدا لفريق الباسكت بنات السنه دي الف مبروك كابتن طارق البطوله الرابعه اكتر حاجه مخليني سعيد ومخليها حتى يمكن حضرتك سعيد اتكلمنا قبل المباراه في كل النقط الفنيه انك مركز قوي مستني بس توفيق ربنا يكون معانا مركز وقتلت زي ما بنقول الطموح اللي كان عند الجزيره بدري بدري الشوط الاولاني وسهلت المباراه على نفسك وعلى لعبتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لو انا عامل سيناريو للجيم انه يطلع بالشوط الاولاني والثاني بالحلاوه دي مش هيطلع بكميه التركيز والديفنس باستثناء بعض المستيك بنهديها طبعا اولا تحياتي للكابتن هيثم ولضيوفه بنهدي طبعا الجيم ده لجمهورنا ومجلس الاداره والنشاط الرياضي واللعيبه اللي دايما تعبانه معايا ومستحمله عصبيه الواحد فالحمد لله رب العالمين يمكن يعني النهارده التايم اوت في وقته قوي السيناريو اللي حضرتك زي ما اتكلمنا فيه اشتغلت بيه على المباراه والحمد لله التوفيق كان معانا يعني قول لي بقى قدرت المباراه ازاي فنيا ووجهه نظرك قبل المباراه واثناء المباراه كمان احنا اتكلمنا قبل المباراه قلت لك انا ما بعملش حاجه اوفر انا بمرن على بعمل ميتنج فيديو وبمرن تمرينه على مميزات وعيوب الفرقه الثانيه ايه الثغرات اللي ممكن نعملها في الديفنس في الاوفنس واحنا بنهاجم بندافع ازاي هندافع على المحترفه ازاي مين عنده شويت مين عنده بيلعب انسايد كلها معلومات فرديه لكل لعيب بنقولها لو لعيب مركز في اللي بيتقال انت بتقلل الاخطاء اللي عندك وبالتالي بيحصل زي ما حصل في الكوارتر الاولاني والثاني الحمد لله عاملين جود ترانزيشن النسب كانت عاليه فده السيناريو بتاع اي جيم مهما كان وقته حتى لو فاينل احنا ما بنعملش حاجه اكبر من حجمها كابتن طارق دي البطوله الرابعه الحمد لله السنه دي بطوله منطقه القاهره دوري المرتبط بطوله السوبر والنهارده كاس مصر جمهور النادي الاهلي ما بيشجعش بطولات حضرتك كنت لعيب كبير في النادي الاهلي وعارف يعني بطوله السوبر بقى الدوري السوبر تقول للجمهور ايه وهتعدلها ازاي من دلوقتي احنا بنلعب عشان الجمهور بنمرن عشان الجمهور طول ما احنا حتى والله بيقولها للبنات ان اكسب عشان تبسط جمهورك ده الهدف وده التارجت الاولاني او النادي الاهلي مجلس ادارته بالنشاط الرياضي بالاجهزه الفنيه شغاله عشان تسعد الجمهور في نفس الوقت انت بتعمل تاريخ ليك وتاريخ للبنات بس المقام الاول التارجت تسعد الجمهور ان شاء الله في دوري السوبر احنا خلاص هنقفل الصفحه دي كلمه كابتن محمود الخطيب دايما في كل الاجتماعات دي صفحه واتقفلت هنركز في اللي جاي احنا ان شاء الله بكره يوم واحد بس راحه عشان العيد وهنمرن اربع وخميس وهندي يومين اجازه في العيد ونكمل عندنا سيمي فاينل دوري السوبر 2-5 فده احنا هنستعد له ان شاء الله يا ربنا يكرمنا ونقفل الخماسيه السنه دي كابتن طارق بتمنى لكم التوفيق ودايما مستني منكم بطولات كتير قوي يا رب شكرا دعواتك شكرا
كابتن هيثم، ده كان لقاءنا زي ما حضرتك قلت ووصفت عريس اللقاء النهارده كابتن طارق خيري مدير الفني لفريق النادي الاهلي. يا رب دايما النادي الاهلي في بطولات وانتصارات ودايما يا رب رقم واحد. كمان كابتن هيثم اتفضل. محمد بشكرك شكرا جزيلا. يمكن زي ما حضراتكم سمعتوا يعني اكيد المكسب ما بيجيش من فراغ. كابتن طارق خيري من المدربين، وكنا بنتكلم يعني وهو بيتكلم في اللقاء ان هو من الكوتشات على الخط الثقيله، حتى يعني يمكن كابتن طارق خيري من المدربين القليلين اللي لم يكن هو الوحيد اللي نجح مع الولاد مع الرجال وخد افريقيا وخد سوبر وخد مرتبط وكاس مصر ونجح ايضا مع السيدات. يمكن ده حاله فريده كابتن طارق خيري، وده يثبت مش من فراغ، يثبت ان كابتن طارق خيري يعني موهبه على الخط بصراحه. هو حتى وهو لعيب كان يعني دماغه حلوه جدا في الكاتشانه والتبديلات والتغييرات، وكان صانع العاب مميز. كابتن عمرو يمكن اكيد المكسب ما بيجيش من فراغ، اكيد كابتن طارق خيري استعد كويس للحظات دي، مجلس الاداره دعم الفريق بشكل جيد، اكيد المكسب 4 بطولات من 4 مش من فراغ. اكيد طبعا. خلينا في البدايه طبعا نهني النادي الاهلي، نهني لعيبته، نهني جهازه الفني بالاخص كابتن طارق خيري. انا اعتقد انه كل مواصفات الكوتش الكبير موجوده فيه، كوتش النادي الاهلي يعني موجوده فيه، 4 من 4 ده يعني مش من فراغ. وزي ما هو قال بيتهيألي ان هو الاستاتستكس اللي قراها واللي حفظها لعيبته هي دي اللي خليته يعني ينزل في الكوارتر الاولاني والثاني، وحاله التركيز كمان، لانه انت كل ما تركيزك بيعلى كل ما اخطائك الفنيه في الجيم يعني بتقل. طب كابتن استاذنك خلينا نروح لارض الملعب، ارجع لحضرتك تاني، نروح للزميله العزيزه روزان نصر ولقاء مع نادين السلعاوي. اتفضلي يا روزان. برحب بيك كابتن هيثم من جديد طبعا، وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك طبعا فوز سله سيدات طبعا من نهائي كاس مصر على يعني فريق الجزيره بنتيجه 90-77، فوز مهم ولقب مهم جدا. معايا في احدى اللحظات يعني الان يعني نجمه الفريق كابتن نادين سلعاوي، برحب بيكي طبعا في البدايه على شاشه قناه الاهلي، بقول لك الف مبروك، اداء قوي ومميز جدا منكم. كلميني بقى عن استعداداتكم قبل مواجهه يعني النهارده امام الجزيره، وكلميني احساسك بقى بعد الفوز بلقب كبير زي كاس مصر. الله يبارك فيكي، بطوله عزيزه جدا علينا، احنا مركزين من اول دقيقه، احنا التارجت بتاعنا من اول السنه ان احنا نكسب البطولات كلها. مش هممنا هنلاعب مين، احنا كل ماتش بالنسبه لنا اصلا من اول السنه بنلعب بس ان هو ماتش كاس. يعني كان حظنا حلو ان احنا لعبنا الجزيره كذا مره السنه دي، فاحنا كنا حافظينهم كويس قوي. الكوتش اشتغل معانا امبارح كتير قوي في الاوتيل على فرقه الجزيره، بين عارفين كل واحده بتعمل ايه بالظبط وطريقه دفاعاتهم وبيدافعوا ازاي على اللعيبه المهمه وبيجروا ازاي فاست بريك، ففصصنا كل حاجه هما بيعملوها والحمد لله يعني قدرنا يعني نسمع الكلام وحققنا ده، وكان باين قوي يعني النهارده. خليني اسالك يا كابتن، قبل كل مباراه بيكون في تعليمات يعني من المدير الفني مختلفه طبعا قبل كل مواجهه مع كل فريق، ابرز التعليمات اللي اخذتوها قبل مواجهه النهارده؟ المحترفه كان تركيزنا عليها كويس قوي امبارح، هي حاطه 29 بوينت تقريبا، كان نص سكور نادي الجزيره وهي يعني اللي ساعدتهم في الفوز على سبورتنج. كان تركيزنا اكبر حاجه مع فريق مع المحترفه، برضو عندهم نجوم تانية كتير بس ده كان المين بتاعنا، وكمان هم بيخشوا بالسكند شوت كتير قوي، فالكوتش كان مدي تعليمات يعني ان احنا بوكس اوت ونلم ريباوند. ببارك لك طبعا يا كابتن، الف مبروك مره تانية، بشكرك شكرا، كل التوفيق. كابتن هيثم طبعا ده كان لقائنا مع كابتن نادين السلعاوي احد نجمات طبعا سله الاهلي، طبعا بشكرك كابتن ويعني عوده ليك مره ثانيه. روزان نصر زميلتنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه نادين السلعاوي من احسن المواسم اللي عملها السنه دي، يعني فرقه مع الفريق بشكل كبير طبعا مع باقي اللاعبات، بس ما شاء الله يعني ربنا يحميها عامله فورمه جيده. كابتن عمرو اجي لك، يمكن كنا بنكمل كلامنا انه الفريق شكله حلو، الفريق يعني يعني مستعد بشكل جيد، والجميل ان مستواه ثابت. وخلينا نرجع تاني لارض الملعب ولقاء محمد توفيق او استكمال اللقاءات بعد المباراه. الكلمه ليك يا محمد. الف مبروك من جديد كابتن هيثم وضيوفك، كل جمهور النادي في كل مكان مكملين، ونجمات فريق النادي الاهلي لكره السله واحده من النجمات النهارده، واللي يعني كمان تم تكريمها بعد المباراه كافضل مصابه ثلاثيات سرايا محمد. الف مبروك الفوز، الف مبروك الثلاثيات الاكثر من رائعه اللي عملت فرق، واعتقد كلام كابتن طارق قبل المباراه تنافسوه بالحرف وخلصت الماتش بعد بدري. والله انا عايزه ابارك للفرقه طبعا اول حاجه على البطوله الرابعه، وعايزه ابارك لجمهور النادي الاهلي على البطوله الرابعه من اصل 5 بطولات. وطبعا بصراحه يعني احنا تعبنا وعارفين ان البطوله كاس مصر دي ان اللي بيخسر يعني اللي بيخسر بيطلع بره، فاحنا كنا مركزين اكتر ان مفيش تعويض مفيش بيست، فاحنا بصراحه مستعدين من اول البطولات خالص ان احنا مركزين ان احنا عايزين ناخد 5 بطولات وبس من غير ولا هزيمه اي ماتش، وده فعلا اللي حاصل لحد دلوقتي. قدرنا الحمد لله نكسب 4
بطولات. ان شاء الله فاضل الدوري، وان شاء الله احنا كل اللي احنا عايزينه ان احنا نبسط جماهير النادي الاهلي بالخمس بطولات ان شاء الله. ده اللي كنت هساله لك، ان جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالبطولات، حققتوا اربع بطولات بس في بطوله خمسه هتستعدوها ازاي، خاصه كابتن طارق قال لي هو يومين اجازه بس في العيد. ده يعني كابتن طارق كده كرمنا جدا ان هو مدينا يومين اجازه بس. بس طبعا هو احنا خلاص السيزون كله عباره عن فاضل خلاص بتاع خمس او ست ماتشات بس، سيمي فاينل ان شاء الله مع سموحه، فريق محترم، فريق متمرن، فريق كويس جدا، فاحنا هنركز اكتر، هنبص عليهم، هنشوفهم بيعملوا ايه، وان شاء الله بعدها ان شاء الله نقدر نوصل للفاينل ونكسب الماتشات كلها. كابتن طارق طبعا مجهزنا من الاول ان الفرقه كلها تبقى مع بعض، ايد واحده، روح واحده، مش فارقه مين جوه مين بره، مهم ان الخمسه في الملعب يبقوا هم بيأدوا اقصى حاجه عندهم. شكرا يا سوريا، ودايما بنتمنى لكم التوفيق، ودايما يا رب نفرحنا بالبطولات. شكرا ومبروك. مكملين كابتن هيثم لقاءاتنا مع نجمات فريق نادي الاهلي لكره السله بنات، ومعانا ميرال اشرف واحده من نجوم المباراه النهارده اللي لعبت وقت طويل جدا، واعتقد اديتي كل تعامل كابتن طارق وادائك كان اكثر من رائع النهارده، وساعدت زمايلك يطلعوا بالنتيجه الكبيره دي. ربنا يخلي حضرتك ومن هذه البطوله دي جماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره والجهاز الفني، والحمد لله ان احنا كسبنا البطوله دي. كابتن طارق قال لكم قبل المباراه، انا عارف انكم ذاكرتوا كتير جدا وكان في محاضرات فيديو، قال لكم ايه اهم التعليمات اللي قالها لكم النهارده قبل مباراه اليوم؟ اهم حاجه ان احنا نحترم الفرقه اللي قدامنا، وان احنا نلعب جامد من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. ماتشات الكاس ما بنبقاش عارفين مين اللي هيكسب فيها عشان ده بيبقى ماتش واحد، فاحنا فضلنا مركزين من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه عشان نكسب البطوله دي. البطوله الخامسه جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، ان شاء الله دوري السوبر تقولوا عليه ايه وتستعدوا ازاي؟ واحنا هنحتفل بالبطوله دي الاول، وبعد كده ان شاء الله هناخد اجازه بس للعيد، وبعد كده ان شاء الله هنجهز لدوري السوبر ان شاء الله. شكرا مراد، ودايما بالتوفيق باذن الله. مكملين كابتن هيثم، معانا واحده من نجمات الفريق النهارده اللي كان لها دور كبير جدا دفاعيا وهجوميا، من اكتر الناس اللي لعبت وقت في المباراه، و11 بوينت كمان، يعني الف مبروك رنيم الجداوي، الف مبروك الفوز، الف مبروك البطوله، والف مبروك ادائك كمان الكبير النهارده، كنت ادائك مميز جدا وساعدت كتير زمايلك. الله يبارك في حضرتك، ميرسي جدا. الحمد لله البطوله دي احنا تعبنا علشان نوصل للشكل ده النهارده، كلنا بنلعب مع بعض، كلنا بنلعب ديفنس جامد، اوفنس متعاونين مع بعض، فالحمد لله على كل شيء، يعني ربنا مش بيضيع تعب حد. كان واضح جدا من يعني تعليمات كابتن طارق ان نخلص المباراه بدري، فريق الجزيره فريق طموح، عمل مفاجاه قدام سبورتنج، لكن كانت تعليماته واضحه وخلصت الشوط الاولاني بدري بدري علشان الفريق ما يطمعش في المباراه. هي الجزيره لعبوا ماتش جامد قوي ضد سبورتنج، والبطوله كان فيها مفاجات يعني غير متوقعه خالص، فاحنا كنا خايفين ان احنا ننزل مش مستهترين بس اللي هو على قد الماتش شويه، يحصل اي حاجه مفاجاه، فاحنا من الاول نازلين مركزين ان احنا من اول الماتش مفيش هزار مفيش استهتار ونعلى، وبعدين بقى يعني ربنا يوفقنا ان شاء الله. بطوله بتخلص لكن جمهور النادي الاهلي او تاريخ النادي الاهلي ما بيبطلش بطولات، بطوله السوبر، دور السوبر، يومين اجازه، وبعد كده الاستعداد، مباراه كبيره قدام سموحه في الدور النهائي، هتستعدوا ازاي وطموحكم وتوعدوا جمهور النادي الاهلي؟ احنا هنخلص احتفال ان شاء الله وناخد الاجازه ونستريح، وبعدين اول لما ننزل التمرين خلاص هي بطوله وعدت، ومن اول يوم هننزل فيه التمرين اللي جايه هنركز، وهنشوف بقى اللعيبه بتاعت سموحه بتعمل ايه، وهنلعب على اساسها وهنتمرن على اساسها علشان ان شاء الله ناخد البطولات كلها ونفرح الجمهور نادي الاهلي. شكرا يا نيمو، دايما موافقين ودايما في بطولات باذن الله. شكرا جدا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع نجمات النادي الاهلي لفريق كره السله، الفرحه كبيره طبعا، فخر انك تكون اهلاوي وكل يوم بطوله جديده بتخش بطولات النادي الاهلي، يا رب دايما النادي الاهلي يفضل في المقدمه، ويا رب دايما يفضل رقم واحد. كمل كابتن هيثم اتفضل. محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه اللقاءات كلها مع نجمات، الحقيقه الفرقه 12 14 بقى القايمه كلها نجوم، وبيبقى يعني حاجه ما شاء الله، اي لاعب ينزل او اي لاعب يلعب بيبقى اضافه قويه داخل الملعب. خلينا نروح لروزان نصر واستكمال اللقاءات ولقاء مع حبيبة محمد نجمة الفريق، اتفضل يا روزان. من جديد برحب بيك كابتن هيثم، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني فوز مهم وكبير اكيد في احد اللحظات، يعني معايا دلوقتي نجمه الفريق كابتن حبيبه محمد، بقول لك الف مبروك طبعا في البدايه، وبرحب بيكي على شاشه قناه الاهلي، قولي لي بقى احساسك طبعا بعد الفوز بلقب كاس مصر. الله يبارك فيكي. طبعا احنا مبسوطين جدا، احنا التارجت بتاعنا من اول السيزون ما نخسرش ولا ماتش ونكسب كل البطولات، فالحمد لله يعني دي البطوله الرابعه وكده ان شاء الله فاضلنا الدوري العام بس ونكون حققنا التارجت، واحنا كنا نازلين الماتش النهارده مركزين من اول ثانيه لاخر ثانيه ان احنا نلعب جامد،
ايا كان السكور فارقين او مش فارقين ان كله هيبذل اقصى جهده يعني، فالحمد لله ربنا وفقنا. الحمد لله. طبعا يا كابتن في اي مواجهه بيكون في طبعا صعوبات، يعني النهارده المواجهه ممكن تكون الصعوبات كانت قليله، ولكن قولي لي كده يعني اهم الصعوبات اللي واجهتوها النهارده. هنا الكابتن كان مركز معانا على الديفنس، وان الفرقه اللي كنا بنلعبها فرقه الجزيره فرقه بتجري، فقالنا كلنا يعني نرجع بسرعه وكده، وده اللي خلانا يوفوا بيها يعني. تحبي تقولي ايه بقى لكل جمهور طبعا الاهلي بيتابعك في كل مكان؟ بشكر كل الجمهور طبعا على دعمهم، يعني هم اكتر ناس بتحركنا يعني، ومن غيرهم احنا ما كناش هنحقق حاجه. كابتن حبيب محمد بشكرك طبعا، والف مبروك، بالتوفيق ليكي دايما. كابتن هيثم ده كان لقائنا اكيد مع نجمه الفريق كابتن حبيبه محمد، بشكرك وعوده ليك مره ثانيه للاستوديو. شكرا جزيلا روزان. ويمكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، دايما بيكون يعني بجانب الفرقه المختلفه، ودايما يعني بيكون يعني زي ما بيقولوا شايل هموم الفرق كلها، وبيكون دايما داعم ليهم بشكل كبير، والنجاحات دي كلها والبطولات دي كلها لم تكن لتحصل عشان الا بدعم من مجلس اداره النادي الاهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب منذ لحظات يعني قدم تهنئه للفريق، وجاء فيها كالاتي: الكابتن الخطيب يهنئ سيدات سله الاهلي وجهازهن الفني والاداري والطبي ببطوله الكاس. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي التهنئه للاعبات الفريق الاول لكره السله وجهازهن الفني والاداري والطبي بمناسبه الفوز ببطوله الكاس. واشاد رئيس النادي بالاداء المتميز للاعبات الفريق، واصرارهن على احراز الفوز والحصول على البطوله المستحقه، واسعاد جماهير النادي الاهلي القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات على مدار التاريخ. وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى ثقته الكبيرة في منظومة العمل واستكمال مسيرة الانتصارات في بقية المسابقات، خاصة أن الفريق يضم لاعبات على درجة عالية من الكفاءة، فضلا على التزامهن الفني والسلوكي واللعب بروح الفانيلا الحمراء وشخصية الأهلي، لا سيما في المباريات الصعبة. وقال أن هذه البطولة تضاعف كثيرا من مسؤوليات الفريق وجهازه في الفترة القادمة، والتي تحتاج إلى المزيد من التركيز والجهد لتحقيق كل الأهداف. يمكن كابتن محمود الخطيب قدم التهنئه، وقلنا لحضراتكم يعني اكيد الفوز ده يعني فوز مهم، وزي ما قلت لحضراتكم هذا الاسبوع ثلاث بطولات في يومين، وكان قبليهم طبعا بطولات الكره الطائره وبطولات كره اليد كاس ودوري، وكمان بعد اسبوع او 10 ايام في بدايه مايو السوبر الافريقي لكره اليد وبطوله ابطال الكؤوس كمان الافريقيه، يعني يمكن الشهر ده او الشهر ونص مليء بالبطولات والتحديات لألعاب الصالات. أكيد مكسب مهم النهاردة، فريق السيدات بيسير على الطرق أو الطريق صحيح. الجميل كمان في مكسب النهاردة أن الفريق، ويمكن ضيوفي يعني يأكدوا هذا الكلام، أن الفريق الثلاث أربع سنين الجايين إن شاء الله لا فريق واقف على رجله. عندنا من الأعمار يا كابتن عمرو وتفاوت الخبرات والأجيال جوه الفريق يخليك مطمن نوعا ما ان شاء الله الثلاث اربع سنين بالنسبه للساله السيدات انت ما عندكش مشكله. بص طبعا يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا يعني كل النشاطات الرياضي اللي عدى يعني على الفريق انه دعم بشكل كبير جدا، دعم لعيبه قويه في الثلاث اربع سنين اللي فات اخرهم كانت يارا حسام. وكمان كويس انا بحيي كابتن طارق ان هو اتغلب على غياب اثنين لعيبه او ثلاثه لعيبه تقال قوي، هاله دينا علي طلعت الالفي، متغلب على عدم وجودهم. واحنا كنا بنتكلم انه ثلاثه جايين تحت الحلقه في يعني المشكله انه كمان انه في يوم اثنين بيلعبوا باور فورد مركز اربعه، فبالتالي لا صعوبه كبيره جدا ان انت توفر النهارده. انت بتلعب الجزيره السايز بتاعه قليل شويه، رضوى سالم تعرف تروح بوشها عندها شوطه، فلازم يعني اللي يمسكها يبقى طالع يبقى قاعد كويس. عشان كده انا بقول لك انا يعني بحييه كمان على القرايه الفنيه النهارده. الحاجه الثانيه مش غريب على جهاز ناشئين وناشئات النادي الاهلي انه دايما متعود على البطولات، عشان كده انا قلت لك انه في الماتشات الكبيره الصلابه الذهنيه بتاعت لعيبه النادي الاهلي هي كلمه السر، وهي دي دايما اللي انت متعول عليها كمدرب. الحاجه المختلفه في رايي السنه دي عن فتره فاتت هي فكره انه الاعداد النفسي والاعداد البدني بالنسبه للفرقه. وكمان في حاجه يعني ما اعرفش اذا كنت تتفق معايا ولا لا، ديفنسات النادي الاهلي اتغيرت، يعني بمعنى كنا يعني بنشوف مان تو مان بنشوف زون لكن دلوقتي بنشوف اجريسيف اكتر، بنشوف ماتش اب اكتر. خلي بالك كابتن طارق خيري دايما في كل حتى هو بيقول الكوارتر الاول والثاني انا اداء ما احلمش انه يحصل
وبدأ بالدفاع، قال لك دفاع وفي شراسة في الدفاع. يعني كابتن طارق خيري مد الدفاع أولوية أولى وثانية وثالثة ورابعة. هو ده معناه إن هو حفظ اللعيب، وزي ما إحنا اتكلمنا إنه بناء على الإحصائيات اللي جات له أو اللي هو شافها أو قراياته للجيم حفظها اللعيب، فبالتالي كان الأداء يعني بالشكل ده، وقدر إن هو يأثر شوية على النادي الأهلي ويحط يعني بنسبة في الشوط الأولاني الثاني 60-70% من الفوز بالبطولة. تاني أنا بقول لك أنا بحيي مجلس إدارة النادي الأهلي على التدعيمات اللي حصلت، عشان كده ده كلامك إن هو في الثلاث أربع سنين اللي جايين الفرقة واقفة على رجليها، أكيد في قطاع الناشئين كمان بيغذي، زائد طبعا بعض التدعيمات. أعتقد إنه إن شاء الله يعني جمهور النادي الأهلي ومشجعينه ما يقلقش على الفرقة طول ما هي بتأدي بالشكل ده إن شاء الله. ويمكن برضو أجي لك يا كابتن محمود، الحقيقة يعني في كل الألعاب الجماعية مش بس السلة الدفاع هو كلمة السر. يعني اليد كسبوا الدوري والكاس لما دفعوا، كان دايما أزمتنا مع مباراتنا في الزمالك إنه كان الدفاع بيبقى مش بالقوة والصلابة اللي تقدر توقف بيه الخط الخلفي أو الفاست بريك، ولكن لما لقينا فرقة بتدافع كسبنا. السلة بتدافع بتكسب، الدفاع هو كلمة السر في كل الألعاب الجماعية. تتفق معايا كابتن؟ طبعا أتفق معاك، لأنه المودرن سبورت أو يعني لو اتكلم على مودرن باسكت بول تحديدا، من غير ديفنس مش هتقدر تكسب. اي حد عنده القدره ان هو يحط يعني يقدر يسجل، سواء في الهاندبول او في الباسكت، اي حد عنده القدره ان هو يسجل، بس اللعيب اللي بيدافع ده عمله نادره. فاعتقد انه كابتن طارق غير من فكر اللعيبه في الديفنس زي ما كابتن عمرو قال، بيدافعوا كويس قوي، عندهم شراسه في الدفاع بشكل كبير. فالرياضه عموما كل الالعاب الاخرى زي ما حضرتك بتقول دايما الديفنس اولا عشان تقدر تكسب، ده عامل مهم ومشترك جدا. طيب يمكن ده واضح في المدرسه الاسبانيه شويه، طبعا مستر اجوستي بوش في كره السله، يمكن مستر ديفيد ديفيس في كره اليد. لو رحنا الكابتن طارق خيري في السيدات، ولو رحنا حتى في كره اليد سيدات، بقى العامل المشترك هو الدفاع، مهم جدا تدافع. حتى في كره الطائره على فكره، يعني احنا لم نوفق في بطوله الديفنس مهم جدا، سواء بلوكات استقبال الحاجات دي كلها، فالدفاع مهم جدا. يبدو ان الفتره القادمه مفيش اي تركيز غير هيكون على الناحيه الدفاعيه. طب بس الحاجه الثانيه والاهم، وهي ان عشان تحافظ على قوام فريق لازم يكون عندك تنوع في الاعمار. طب ما ينفعش يبقى عندك الاعمار في كل فريق ليفل واحد، لو صغيرين كلهم وده اللي عانى منه فريق اليد، او كبار كلهم، لازم يكون عندك تدرج. شايف ده في فريق السيدات بالاخص يا كابتن؟ والله انا عايز اطرق نقطه مهمه ثانيه يا كابتن هيثم، برضه زي ما حضرتك بتقول موضوع الاعمار، بس النهارده بقى في لعيبه كبيره وبيبقى عندها القدره ان هي تكمل. صحيح، يعني ده ليه بقى؟ الفيزيكال كونديشن بتاعه اللعيب، محافظ يعني على نفسه، محافظ على نفسه، وقبل وبره الملعب قبل جوه الملعب، يعني السلوك والبيهيفير كنا بنتعلم منك يعني الحقيقه. والله العظيم بجد يعني بشيد جدا بدور برضو كابتن اكرم السبكي، وجوده مع الفرقه عامل معاهم فارق بدني رهيب يعني. فزي ما حضرتك قلت في تنوع في الاعمار في فرقه النادي الاهلي، فده يطمن شويه. الفرقه اعمارها مش كبير، وفي نفس الوقت اللعيبه واقفه على رجليها سواء الكبير ولا الصغير، فالحاله البدنيه مهمه جدا، واللعيب يبقى بره الملعب محافظ على نفسه قبل جوه الملعب، ولازم هو يشتغل على نفسه لوحده، يطور نفسه لوحده. وفي تمرين الفرقه الساعتين بتوع الفرقه دول مش هم الرياضه، يعملوا لعيب. خلي بالك انه في اربع لعيبه في النادي الاهلي غير الاربع بطولات بيلعبوا كمان مع بعض في المنتخب، فحاله اجهاد لو انت مش مستعد ليها كويس او انت بتحافظ على نفسك كويس، ده هياثر على النادي. يعني انت في الاخر ناديين ميرال نادين السلاوي سوريا راني من الاربعه دول حتى في المنتخب ستاندنج ما بيريحوش كمان، وده كان سبب اصابه ناديين سوريا، ربنا يا رب ما يكتبها عليها تاني، يعني الصليبي في بدايه الموسم في ماتش الجزيره. هو طبعا بص واجب وطني وكل حاجه طبعا اكيد يعني، ولكن العامل الاساسي على اللعيب ان هو يقدر يحافظ على نفسه، على المدرب البدني كمان انه يقدر يوفر له الاحمال الكويسه، على الكوتش اللي هو طارق خيري طبعا انه يقدر يديله ويوزع ويعمل تدوير. لو ما كانش في تدعيمات كويسه ما كانش قادر يعمل روتيشن كويس، ودي حاجه مهمه جدا، وخصوصا انه النهارده احنا يعني بنشوف حتى لعيبه صغيره، يعني الالفي لما طلعت يعني راكبه في الفرقه وراكبه كويسه قوي، جنى الالفي طبعا، يعني في طبعا جايده في نرمين. طب خلينا نتطرق لنقطه مهمه واخد رايكم برضو يا جماعه، انت يبقى عندك لعيبه فرقه مليانه نجوم، ده امر صعب جدا طبعا. على فكره الموضوع الكوتش مش بس انه بيدي حاجات فنيه، ولكن اداره الفريق، ولكن ما بقول دي ان هو حتى الكوتشات لازم تاخد فرق ازاي تدير الفريق. انت عندك النهارده 14 نجمه، او لو فرق ولاد بيبقى عندك 14 نجمه 15 نجم، ازاي تعمل الروتيشن ده من غير ما حد، انا باللغه بقى الرياضيه بتاع، من غير ما حد يقير، يبقى حد يزعل انه ما لعبش وده لعب وانا ما لعبتش.
فدي برضو عايزه حنكه وفطانه من المدرب انه يفهم ايه الوضع جوه. ولازم كمان انه اللعيبه تكون عارفه ايه هي الهدف اللي موجود، لازم دايما تحدد الهدف والهدف يكون واضح من بدايه السنه، كله تحت الامبريلا الجماعيه بتاعه الفرقه، هدف الفرقه الجماعي، يقدر بعد كده يتفرع منه هدف اللعيب الفرعي، انه مثلا اللعيب عايز يزود المانتس بتاعته، لعيب عايز يروح منتخب مصر، لعيب عايز يزود عقده، لعيب عايز يعني بس تحت المظله، مظله ان احنا فرقه، كله تحت المظله. ودي خلي بالك الميزه دي هتلاقيها في النادي الاهلي اكتر. ليه؟ لانه النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، اللعيبه حابه في تواجدها ان هي تعمل تاريخ لنفسيها، تعمل سي في كويس. الاهم في القصه دي كلها هو انت مش هتلاقي حته بره النادي الاهلي، عندك جمهور في ظهرك، عندك بطولات بتاخدها فيما بعد، حتى بعد ما يعني ما بتبطل. واعتقد ان انت حاسس بالشعور ده كويس قوي، انه في الاخر انت قاعد وعارف كويس قوي اللي بيدور وحاسس بالسي في اللي انت عملته. صحيح. المدرب كمان يا كابتن عيسى، المدرب يعني احنا يعني برده بنتكلم معاك بمنتهى الامانه، كنت دايما تلاقي الحته دي غايبه عندنا شويه كمدربين مصريين، وتلاقي عند الاجنبي اكتر. ايه هي بقى؟ بيعرف يسيطر على الفرقه اكتر. ليه؟ اوضه اللبس. هو النهارده يعني مش عايز اقول لك انه 60 70% من نجاح الفرقه اوضه اللبس. مستر اجوستي كده، اجوستي بوش. كان عندنا مشكله، خليني برضو يعني انا كنت لعيب بصراحه. بصراحه يعني بس ده فرض النظام. كان عندنا كان عندنا مشكله النظام. في الفرقه بتاعتنا كان في مشكله في اوضه اللبس. جوستي بوش بصراحه سيطر على القصه دي، انضباط رهيب. يعني عايز اقول لك ان مفيش حاجه اسمها نخلص جيم ونرجع بعربياتنا، مفيش حاجه اسمها جيم ونسافر، الفرقه بتسافر تاني يوم. فاللي عايز اقوله لك انه بتلاقي في الاجنبي ان هو ما يعرفش حد، ما يعرفش مين ده نجم. يعني 14 نجم، بس هو ما يعرفش مين النجم. النجم في الملعب، النجم في الملعب بالنسبه لنفسه. طارق خيري، كابتن طارق خيري مع حفظ الالقاب طبعا، يعني بيلم الفرقه كويس قوي. يعني كابتن طارق قادر ان هو يعمل ده، لان هو فعلا اللعيبه كلها بتحبه يعني، ولو بتحبه وبتخاف منه بالظبط، واللي بتخاف منه. فهو عامل معادله كويسه قوي ان هو قادر. يعني عايز اقول لك النهارده في لعيبه ما شاركتش، كابتن الفرقه ما شاركش، بس بشوفها وهي بتستلم الكاس جداً. ما عندناش مشكله خالص. فهو قادر يعمل المعادله دي ان هو مسيطر على الفرقه تمام، او مسيطر على اوضه اللبس، ده غير اللي بره السكور كمان، في ناس بره السكور بالظبط. فهي القصه في كده، ان احنا النهارده انت كمدرب بتقدر تعمل المعادله دي، ان انت تفضل قريب من اللعيبه، بس تفضل طول الوقت مسيطر على اوضه اللبس ومسيطر على كل واحد عارف دوره. صدقني اللي بيديك البوش ده النظام العام بالنسبه للنادي، بالنسبه للاتيتود، الاتيتود بتاع الفرقه كلها. انا بشوف انه ده نظام بيتوفر الاداره جزء منه مهم جدا. وده السيستم ده موجود في النادي الاهلي، والحقيقه كانت ليله جميله يا كابتن. ودايما لما بينتهي بمكسب بنكون اسعد الناس. كابتن عمرو جوده طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، الله يخليك، نورتني وشرفتني. ميرسي جدا لحضرتك، ومبروك للتيم النهارده. مبروك كابتن محمود الجزار طبعا، زميل الملاعب واخويا وحبيبي وزميل الغرفه، كنا مع بعض في الاوضه. طبعا بشكرك، انا كنت وحشني جدا، وبشكرك على السحور. لا ده احلى، يا ريت بس كل بلاوي يعني تنورونا وتشرفونا. بتبقى حاجه جميله جدا، النادي الاهلي ودايما كده في بطولاته وفي نجاحه، وبتشرف بيك طبعا يعني. نورتنا يا كابتن، مزيد من التوفيق يا كابتن محمود. اعزائي المشاهدين، كده انتهت جولتنا النهارده مع استوديو الابطال، انتهت بفوز بكأس غالي، رابع كأس للسيدات النهاردة لكرة السلة هذا الموسم. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة. انتظرونا بكرة ان شاء الله، عندنا جولة كبيرة مع استوديو الأبطال، هتعرفوها من خلال شاشة قناة الأهلي، وكمان موقعنا على السوشيال ميديا. بشكركم شكرا جزيلا.